أحياؤنا 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 لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. أبناؤنا يموتون في الحدود وأمواتنا تشيد لهم الأضرحة. صغارنا يلقون بأنفسهم في البحار من أجل درهم، أما كبارنا يبددون الأموال من أجل ميت. أضرحة يصرف عليها ومساجد لله يحجر عليها وتقفل بحجة الإصلاح لسنين طوال إلى إشعار آخر. مسجد السنة، مسجد أعظم في سلا، مساجد في مراكش، في فاس. أي مسؤول رأى مسجدا ضايقه يقوم بإقفاله بحجة إصلاحه إلى إشعار آخر يبقى ذاك المسجد؟ ربما الآن 9 سنوات، هناك مساجد 6 سنوات 7 سنوات لم تفتح ولا أشغال فيها. أما الأضرحة التي يذكر فيها الشياطين، أما الأضرحة التي يعبد فيها غير الله، أما الأضرحة التي معقل السحرة والمشعوذين، فهذه يسرع في بنائها ويحرص على تجهيزها ويهتم بتنميقها وتدبيجها وتفتح مزارا أمام الأغبياء وتصرف عليها ملايين الفقراء، ملايين الفقراء وحق بها والمساكين تعطى للأموات. أولئك شر خلق الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي الحديث الآخر: إن أولئك كان إذا مات الرجل والصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجدا، أولئك شر خلق الله يوم القيامة، لأنهم يعرضون عن ذكر الله عز وجل ويحولون بين الله عز وجل وبين عباده بتقريب هذه المساجد الضرار وهذه الأضرحة التي يشرك فيها بالله تبارك وتعالى علنا وتقام فيها أسواق للشعوذة والسحر. إنه مخطط التنمية، فلنجد من الأضرحة ونقفل المساجد. إلى الله المشتكى، إليك يا رب المشتكى، إليك يا رب المشتكى من سفهاء قومنا الذين يظلمون الأحياء من أجل أن يرتاح الأموات. الله المستعان.